سيدي، أنا البروفيسور سيسي، مهنتي مهندس، وقد باشرت مهنة التدريس من الإله علي وجعلني بارعا جدا في الرياضيات. في البدء أقدر عملك الصعب وأدعو الإله أن يضاعف العمر الذي كتبه لك، وأشكر جميع المسلمين الحاضرين هنا لأنهم أعطوني الأولوية في طرح السؤال. سيدي، قرأت بهاغافات جيتا وقرأت الراميان نظرا لكوني مهندسا، وترددت إلى المعابد وكل شيء، ولكن زوج أختي مسلم وقد أعطاني القرآن وقد قرأته مرتين، ويمكنني القول علنا إنني أتبع تعاليم قرآنكم على نحو تام، وقد حولت أدعيتكم إلى الإنجليزية. بسم الله الرحمن الرحيم، الخالق الرزاق قيوم الدنيا سيد يوم القيامة. اقرأوها 12 مرة أو 15 أو 20، لا أعدها، أقف وأدعو الإله وأنا راضي جدا بذلك. وسؤالي الوحيد وهو عن مصدر دخلي، كوني بارعا جدا في الرياضيات، إلا أني أيضا محلل فني في البورصة. أنا بارع جدا في مجال التوقعات المستقبلية والخيارات في البورصة. لا أعرف عدد الأشخاص الذين يفهمون البورصة هنا، حيث تتضمن حسابات رياضية فكرية كثيرة، كما تتطلب أن تعرف كيف تلعب لعبة. دائما أكون في مأمن وأكون رابحا في نهاية الشهر. إنها لعبة رياضية لا يفهمها الناس. هل يجوز لي أن أواصل الحصول على دخلي بهذه الطريقة؟ إنني أعاني من هذا منذ 3 سنوات. إنني أكسب المال، أستطيع أن أكسب المال مهما كانت الكمية، ولكنني لا أريد أن أكسب شيئا على نحو غير شرعي. إذا كان ذلك حراما فسأتركه إلى الأبد، وسأمارس مهنة التدريس إلى الأبد، الحمد لله. طرح الأخ سؤالا وجيها جدا، وأقدر أنه بعد قراءته لبهاغافات جيتا والرميان والكتب الهندوسية المقدسة، قرأ القرآن مرتين وهو يقرأ بصحة ما فيه، زوج أخته مسلم وهو بارع جدا في الرياضيات، ويحدث إنني بارع في الرياضيات أيضا. أثناء دراستي في المدرسة من الصف الأول إلى الصف التاسع والعاشر كنت أحرز المرتبة الأولى، أحرز المرتبة الأولى على الدوام. اعذرني على ذاكرتي المشوشة يا سيدي، فأنا لم أرى شخصا مثلك. إنها نعمة من الإله، وإذا كانت نعمة من الإله فأتمنى أن أكون مكانك إلى الأبد. إن شاء الله، إن شاء الله، إن أراد الله. في البداية سأجيب عن السؤال، ثم سأرد على تعليقه الأخير إن شاء الله. بالنسبة إلى سؤالك الذي يشير إلى أنك تعمل في البورصة وتختص بالتوقعات المستقبلية والخيارات وغير ذلك، وإنك بارع جدا في الرياضيات والتحليل بحيث تجني ربحا في نهاية الشهر على الدوام. إذن سؤالك هو، هل هذا الربح حلال أم حرام؟ بالنسبة إلى البورصة بحد ذاتها ليست حراما. البورصة، ما دامت البورصة التي تجري معاملاتك فيها تتبع تعاليم الإسلام. الحرام في الإسلام هو الربا.
الحرام في الإسلام هو الربا. الفائدة: سمع آيات كثيرة في القرآن نجدها فيما لا يقل عن 8 مواضع، 8 مواضع مختلفة. الإله العظيم يقول في القرآن أن الربا حرام في سورة آل عمران رقم 3 الآية 130، وفي سورة النساء رقم 4 الآية 161، وفي سورة البقرة رقم 2 الآية 275، حيث يتكرر ذلك أكثر من مرة. وفي سورة البقرة رقم 2 الآية 276، وفي سورة البقرة 2 الآية رقم 278، والتي تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والذين لا يتخلوا عن الربا الآية رقم 279، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا أو الفائدة حرام، ولكن في سوق الأسهم التي تتبع تعاليم الإسلام وتطبق مبدأ الربح والخسارة ليس ذلك حراما. فبدلا من أن آخذ قرضا من المصرف نصبح شريكين، لأن النظام المصرفي يجعل الثري أكثر ثراء والفقير أكثر فقرا. إنه يشجع الشرور والفساد في المجتمعات كما حدث في الثمانينات من القرن الماضي، حيث مولت المصارف أوقار القمار وحانات الخمور. الوضع في النظام الإسلامي مختلف، النظام المصرفي الإسلامي مختلف. يشجع الإسلام شراكة الربح والخسارة. ماذا تفعل في البورصة؟ تشتري سهماً وهكذا تصبح شريكا في تلك الشركة، سواء بنسبة 1% أو 10% أو 1%. يشجع الإسلام على شراكة الربح والخسارة. إذا كنت تقوم بتعاملات في البورصة والأسهم، وطالما إنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وطالما إنك لا تشتري أسهم شركة مشروبات كحولية، أو شركة تتعامل بالفائدة، أو شركة مالية سواء كانت مصارف أو شركات صكوكا مالية، أو شركات تتعامل بالفواحش الإعلامية أو الأفلام الإباحية، إذا كانت الشركة التي تستثمر فيها لا تستثمر الأموال في الشرور وإفساد المجتمع كالمشروبات الكحولية والمخدرات. الشركات الدوائية مباحة، أما العقاقير الممنوعة كالكوكابين والهيروين أو المواد الإباحية كالأفلام فحرام. إذا كانت أسهمك في هذه الشركات فالاستثمار فيها حرام. ثانيا، إذا كنت تشارك في المضاربات فهذا قمار. في الوقت الحالي يشتري الناس الأسهم وبعد دقيقتين يبيعونها بناء على معلومات مسبقة. المضاربة حرام في الإسلام. إذا كانت البورصة جيدة وتود أن تستثمر فيها، إذا كنت تود أن تبقى فيها إلى الأبد، فكن شريكا حتى أنا أتعامل مع البورصة. سيدي، إنك لا تجيب عن النقطة التي سألت عنها، أنها التوقعات المستقبلية والخيارية والخيارات والخيارات. سآتي على ذكر ذلك. يمكنك أن تدفع 10 روبيات فقط وتشتري أسهما بقيمة 100 روبية وتحتفظ بها سنوات طويلة. أحب أن أعطي جوابا شامل. حسنا، شكرا جزيلا سيدي، آسف على المقاطعة. والآن نأتي على ذكر التوقعات المستقبلية والخيارات، أي أن تشتري جزءا من الأسهم وتتعامل بها وغير ذلك بالنسبة إلى المستقبل. إذا اشتريت جزءا واحتفظت به، أعرف أنك تستطيع بيعه. بإمكانك الحصول على ضمان عليه، ومن هنا هناك شخص آخر، هناك مشتقات أعرف بهذا. قد لا أكون خبيرا مثلك، ولكنني أدرك ذلك. التعامل بالمضاربات المستقبلية محرم
أما المتاجرة بأشياء معينة كالعقارات حيث تشتري 10% من عقار ثم تزداد النسبة لأن عليك أن تدفع المبلغ على دفعات، لنفترض أنك اشتريت شقة والمدة المحددة للدفع هي 2 سنين، حيث تدفع 10% الآن أو 20 لاحقا وارتفع السعر فبعت، هذا مباح، ولكن التعامل بالأسهم لا يتم على ذلك النحو في المضاربات المستقبلية، لا يتم الأمر على ذلك النحو، حيث تدفع جزءا من المبلغ ويدعمك شخص آخر، أي إذا انخفض السعر فإنه يقوم بالتغطية. أعرف ما هي التغطية؟ التغطية من الخسارة المالية. هذه الأمور كلها محرمة في الإسلام، ولكن البورصة مباحة في الإسلام بشأن دخلك، وهو مبلغ كبير من المال. إذا كنت تجنيه بوسيلة غير شرعية فأنت لا تحب ذلك، أن المال الذي تكسبه إن لم يكن حلالا فسوف تتوقف عن ذلك، إن لم يكن حلالا فسوف تتوقف عن ذلك. ما يهمنا هو السلام والطمأنينة في الدنيا والآخرة، السلام في الآخرة أكثر ديمومة. إذا كان ما تجنيه حلالا فستنال الخير في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالسلام والطمأنينة والنجاح في الدنيا والآخرة. شكرا جزيلا على تقديرك لي ومنحي كل هذا الوقت، سأنفذ التعاليم على نحو كامل يا سيدي، شكرا.